بسم الله الرحمن الرحيم كل انت وعنا ونكسن داود الملك ستشوكتان كنا سوى دواد مركة لي برنامج كندين تين استيحاد وتضبات كيبه هالمرة كدا وطان تلفشن كعالمي جيستار برنامج كدين تين استيحاد وحن تضبات كيبه هالمرة كسوا عن سنع علمات كلا دوان دالك كواسو كاد لقضبه كلا دوان ودينتا برنامج كتضبات كمو حيقو مرتيا شيخ محمد آدم السعيد شيخ محمد آدم السعيد وحو سند يكون سقال بغول لحية أفري لحدن كي كل شيء بغالة هالكيسة وحو سلا سند سند كي كدن بيي أما سنده كي كدن بيي بانورك أنه وحكو برتي gobolka saaxil wixii inta ka dambeeyay waxa uu ka hawlgalay dugsiyo kala duwan oo ku yaala magaalada Hargeysa wax inta badan waxa uu dhigaa maadada tarbiyada islaamiga iyo carabiga aad baad maasantay sheekh aan aad maasantay ogorin ku soo dhow barnaamijka diinta istixaada waan dhawahay waye barnaamijka diinta istixaada toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa hadii Allah ay baweynaydmo waxaan kaga hadlaynaa hadii Allah ay baweynaydmo xalka shaqalaanta aan موضوعنا نسكت بالامن الشيخ. أي. إن شغلانتم مشكلة بارتم الله ورا كروا مشكلة شغلانتم. إن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد هرتها وحن لنا هاي إنه كوي جينا عرفت إسلامك وحن لنا هاي شغلانتم وحن لي رحضة البطالة أما عمل أنت أما شغلانتم مشكلة ماها وحن لنا هاي مشكلة ماها بل وحويان ونعمة ورسولك نوح عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون كثير من الناس الصحة والفراغ ورسولك عليه الصلاة والسلام لبن نعمة وددك أي كدقينهين أما أي موقينهين لبن نعمة وحويان عافماتك إيا فراغدة فراغدة وحويان مركا نقفك حبهنين شغلانك أما عملانك أي هيسو مركا فراغ رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كاوت المام إيا وحن كقادنا إنا إن أنا شغلان تهين مشكلة بل أي تهين نعمة والنبي وحلي عليه الصلاة والسلام نعمة ثانية مغبون كثير من الناس الصحة والفراغ والله بنعمة وضدك بدن كود أنا فهم سنين أما يكد جينهين أما يموجينهين مركا واحد لأن هاي شغلان تو وحوي وان نعمة مركا لنا عصاح الله استعماله واتكار رسولك تنامي عليه الصلاة والسلام مركا واحد لأن هاي وحنك جت جواب الناس سؤال شاس ماها دباطو لكن وحويان ونعمو يو فائدو حديث كاسانة المامية وما سنت شيء وحي لهيري ان سؤالش كانك ودي حتى دلين يردو ان هدي ويان عمل محي سميني هدي اي ويان عمل وحي سميني يعني الهي سبحانه وتعالى وحيري وما تفعلوا من خير يعلمه الله وحي عصاميسان اي خيره إلهي وأوجيه سبحانه وتعالى. مركّب واحد لجدّون يقفكم مسلم كأه إنه آمنه أو قرته وقاطه توجيهات كأدين تيس السينس. وحوي رسولك حديث كأوت المامة يقول لي هاي فراغد ونعمة تتكون وين موجين محل لوجت كذا وحل لوجت كذا إن لوجف عيدستو لنا عخيرك إن لوجف عيدستو عبادة إن دين تلبرته يوحويان إن وحياة بعض موقفك قبنا كراه إن ودتك سعاويه. إنه فهمه هر تمرك هر إنه قرطه إلهي سبحانه وتعالى وحيه أبوري بجدد إلهي وأبوري إنه قرطه تمرك وقرطه سواء إن إلهي سبحانه وتعالى وعابده إنه وارد كيس عاويه إنه أمدي سانفع وفائديه تمرك وقرطه قفك فريسان مايه وحيه ود دالية وحويان إن وهول قليا رسولك نوح عليه الصلاة والسلام هدي أدويده عمل أما شقة واحد غبطه هدي أدويده تتك عاوي والنبي عليه الصلاة والسلام الحديث بمركا كجرتي رسولك الويدية عليه الصلاة والسلام هدي وحان قبطة أنوايو محان سمية رسولك وحيد عليه الصلاة والسلام واحد سميسا تعين صانعا أو تصنع لأخرق واحد عاون ساقف صانعة قف تكنولوجيا ده يستوى واحد سمينا يا أما شقينا يا وحرف الله أياد عاون سا وحوي يعني أباهن إن لا عاويو شقا دي بالله قبان سا واد عاون سا أطنوات كفاية دي سنسا أما مد عمل قبنا يوح صمينا يا لكن وحية خريبة يا وأدركتين وحن سفي عنا نوح هجاتيني نما وحية سك خريبة يو يا ده هجاتيني ساكن كوه هجاتي بعد الله هاي ولا هجاتيني سا والله صمينا سا قف كنا وكو ما هن قيا هذيك أنا وحية كوت هاي أشر إلهي حق بيس هذيك أنا يدو أنا سنو كشيء ده وإله درت يو كشيء ده إله سبحانه وتعالى أبا المرين وكاسيو مركا واحد كاسات صمينا ما كان نبي نوح عليه الصلاة والسلام تعينه صانعا أو تصنع لأخرقه معناه قف وحصمينا يا أيات شقدي سكوع عونسا
وتكون قاعن قوانين بلاش سي مجانا وبلاش بعض عاونسا إن أما مد واحد أذكر يسا بلشدي سوي حمر كسوق على هذا السوق على سوق الشو واحد أذكر يسا ضد يوم فر بدن أو كل دوان أو قارب واحد كش قين يان ضد واحد أذكر يسا دبان ضد واحد أذكر يسا إن العاوية وباهن ضد واحد أذكر يسا شقة دو دي عن قرني إنه إن لله جاتي وباهن فكوا صد عاونسا مركا أجري بيه الله سبحانه وتعالى وكاسين يا وحنا لقي يا إن أذكر الشو فإذا أدو أنا تفلين مثلا أما عمل بعد كه شو قف مركو كارك هذا وحي جاتني وشقة كودرتو أما واحد ويان إن هذا قال في تجاعه عاد خبرات يو عارق نمو عاد كيف هاي دسته قف في عايز براتهان مركا واحد ويان إن مركا واحد لأن هاي شغلانته إن وفراقه عاد هالشيء ووقت كوسه بحي وفراقة لكن ما ها إن مشكلة ما ها سدد كينو أي مود يان وحرسول كينو عليه الصلاة والسلام ما عليك استوى جبريو مركا عياد صاب حضا أما قف وصا وحه كل سلامة من الناس عليه صدقة وحرسولك عليه الصلاة والسلام حبينك استوقفك مركا حبينه سكمدة كركي سوحة لقوة كبيرة صدقة صدقة بقى لقوة ليها إله سبحانه وتعالى عافمات بين السيئي إن داين وحكو عرقنو دقاين وحكو مقلو كعماين وحكو قبسنو مركا حبينها أردن إله سبحانه وتعالى وين ويدين يا مان تعطلو مركا حبينها حبينك استوحة لقوة ليها صدقة أو إله سبحانه وتعالى قفك أجر وكسينيو هديو مركا نيدو أنا سنو لي مادو مركا رسولك وحيد عليه الصلاة والسلام كل يوم تطلع فيه الشمس ما عليك استوعد عيد الصواب حضه هو واجب بريو قفك واحد اللي يقولي هاي الصدقة بقى اللي يقولي حبني صح حبينك استوى كم ده مركا تسأل عنه واحد النبي بيقولي تعديل بين اثنين لا بقف بعد يعني عاون صح أما لا بقف بعد واحد لا يعفو هذا عدالة صمين صح لا بقف ويس هاي استا يا دو قرق عاد صح وحويان يعني أما لا بق وحقيب سنة يا أما وحسكو هاي استا يا ذو حق سورسة مركا حق سورة تعاون سمعي سيبه ويان وعاون عاون سورة لا قبطي تعديل بين اثنين ونمي صدقة تعديل بين اثنين صدقة لو لا قفة يبقى عدالة سمعي سي يا ذو قف سورتي أما وقف على قيب سي وحسوك دونها عارض وحويان وصدقة بنمي عليه الصلاة والسلام هوا صدقة حلو بيتشي له وحويان وعمل ونعف سنة سمعي سي وأجل إلهي وكعب قريب ويان تاسي وحكى الرسول صلى الله عليه وسلم تعين الرجل قف من بعد فعاون ساعة دابتي ساعة من قاعد يفتيس تعين الرجل في دابتي من مثلا قاعد يدور فيها وقت الرسول كان نور عليه الصلاة والسلام قاعد كان عصر يعني كان يباعون كان يروح لكن واحد استنان كان يجي وحياة العصر مركا قف واحد كعاون ساعة قاعد يفتيس مثلا قاعد بقى بنشري ولا هي جاتيس من الشيكة كحمالي والله مثلا وحبا هي وح حلاقه وصوت على وح وغير قطة وح تشاك وقلا طلعه وكان نبي يقول عليه الصلاة والسلام كل يوم فرق وانا صلاة خلاص ايا وحبيري انت العمل كله ويدو وحد سمعين الساعة وبنها على الصلاة دي لقول لها ساعة ويدو وحد سمعين الساعة لا وقف ويس هيا ايا وقر قارس ضد مشكلة لها يا سطايا مشكلة دي وحل نسا قف بيدا بدا من جايد وقتين ايا جايد كيسي وعاون الساعة وحبا عليه الصلاة والسلام وتمد الأذى عن الطريق حتى الطريق إلى ترى تقع مسا طريق إلى طريق إلى مسا واحد يبغى أطرق إلى يا طريق إلى لم يا طريق تقع مسا أنا في حاجة جيسا فوتمد الأذى عن الطريق صدق من النبي عليه الصلاة والسلام طريق توحي يا لك بعطاء كل مسا أنا في حاجة جيسا وحبي الصدق بيكون فكا حديث يا أخي كفهم هنا إن أنا جبين أما الدين الإسلام مغطق عن مطوع في الوقت وحن يلعبوا بلا عمل وحش غرامة يلعبوا مطوع عنه فوقف واحد ويلا السمارة دي من هراك مع ناجري مرة ديوة بريود نوي فلا ويا الحشان وحنو قبل وما احنا وضمع سنتي لها ديوة بريود وضمع سنتي انت بضن حكومة دي يمالها برلمان كميلها دانية وحا انت بضوح شغلها بغدك كتشتا ان ملا ركرا إن شغل أنت إن أي حكومة دو شيء يساوي حكومة شرعي. حكومة دي مرة أنت بدون حكم غلط لأن وحن كم غلط شغلان بين كم غلط. إن سامين نعيب سكوا يوم كنا دخول شغلان بعد لأن يلا شغلان بعد شرط يوم مرك دين تلا ذا ما تشروح شغلان ولا. إن حكومتي وحن ربع هنا هاي وعي جيلين فربان وقارحان ولي بدأ يرتع ما دان يرتع وحبرتي هو كان عذاك بحي
kuwa markaa wax bartay gaaray xilligii ay shaqayn lahaayeen waxa weeyaan dadku waxaanay fahamsanayn masalan shaqadu waxay tahay rasuulkeena ayna baryay calayhi salaatu wasalaam kitaabkeena ayna baryay ilaahi xilli subxaana watacaala wqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluh ilahi wuxuu leeyahy icmaluu shaqeeya ilaahay rasuulkiisu way arki doonaa marka rasuulku noolaa weeye iminkana ilahi subxana watacaala ayayna arkaya markaa shaqeeya marka la leeyahay waxa weyaan shaqooyin fara badan baa inoo yaalla howlo fara badan ayaa inoo yaalla ilaahi subxana watacaala wuxuu inaga doonayaa inaan caabudno salaadii baa laynaga doonayaa soonkii baa laynaga doonayaa sadaqad xataa waxa weye qofku hadduu waayo nebigu calayhi salatu wasalam siduu tilmaamay kutubta ku jirta hadduu qofku waayo wuxuu sadaqadaysto waxa weyaan xooggiisu sadaqaysanaya waxa weeyaan aqoontiisa iyo cilmigiisu sadaqadaysan karaa waxa weeyaan hadduu xitaa intaasoo dhan waayo qol lagu xidho oo wuxuu qabto waayo carabkiisu sadaqaysanaya subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah kelimaadkaasi waa sadaqad buu yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa sinaba qofku uma waayo camal qof markaa markaan leenahay dadkeenu shaqalaan baa haysta aynaan daraaso ku samayno diinteenu markaa diinteenu mushkilad kastoo dunida taalo way xalinaysaa shaqalaanta way xalinaysaa dhaqaalaxumada way xalinaysaa mushkilad kasta oo dunida taalo hadday tahay mushkilad bulsho hadday tahay mid dhaqaale hadday tahay mid siyaasadeed hadday tahay mid xataa fikr qofku siduu fikiraya hadduu qofku u fikiro masalan uu fahmi waayo masalan shaqa waddanki inuu shaqo ma laha oo afrika ku yaallaayo caynkan oo dhaqaale ma leh hadduu u fikiro waa fikir khalada weeye waxa weye meesha ugu dhaqaalo badan baynu degannahay dhul waxaynu haysanaa barwaaqa dhul fiican oo istraatiiji baynu haysanaa badaynu leenahay dekadaynu leenahay badaheena kalluun baa ka buuxa cidina kama soo gurato dadkeenana nafaqo daro ayaa haysa dhul ciidoo waxaanu leenahay ciid wanaagsan oo nafaqo leh oo tayo leh oo ayuunu haysanaa oo haddii la beero waxa weeyaan wax walba ay nooga baxayaan waxalla waxaynu cunno waxaynu ka soo qaadanaa dibadaha marka inaynu maxaa la yidhi nimaan dhididini ma dhergeye dhaqaaqa baa la yidhi markii dhallinyarada la dhiirigelinayay nimaan dhididini ma dhergeye dhallin yahay dhaqaaqa muruqa dhuuxa marka waxa weeyaan shaqalaan innaga khalad iska dhaadhicinay xataa rasuulku wuxuu ka gaarsiiyay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaad geed beerto ama beer ama sarac ama oo haddaad beerto oo waxa aad beertay ay dadku wax ka cunaan ama xayawaanku wax ka cunaan ama shimbiruhu wax ka cunaan ama tuugwa uu kaa xado xitaa sadaqad bay kuu tahay adiga ajri bay kuu tahay hataad geed beerto waxa weeye dhulkeena dhirti waa la jaray gobka iyo dhirta haddaynu beerro waxa weeyaan aynu waxa weeyaan muslimiinta looguma talagelin inay fadhiyaan waxa weeye salaada marka la eedaamo subaxii in dadku xataa waxa weye muslimiintu salaada ka horbaabay sumaystaan ama salaatuleil tukadaan ama sumeeyaa laba ragcadooda ka horeeya salaada subax nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam labadaa ragcadood adduunyada korkeeda waxyaalla way ka khayr badan yihiin labadaa ragcadood ee sunnaha marka qofka muslimka waa qofka xilligaa kacaya waxa weeyaan mar walba diyaarsan uu diyaarsan yahay xilligaa markuu kaco wuu shaqo tegayaa markaa hadduu shaqo waayo dadkiisoo caawinaya hadduu yahay qof aqoon leh wuxuu caawinayaa dadka aqoonta ka shaqeeya hadduu xirfad leeyahay wuxuu caawinayaa ku xirfadda ka shaqeeya hadduu siyaasi yahay wuxuu caawinayaa siyaasiyiinta hadduu ganacsada ganacsiga yaqaano businesska wuxuu caawinayaa kuwaas waxa weye wax badan buu qofku ma aha inuu aqoontiisii la fadhiyo aada badan maadsantay dhallinyarada marka la eego waddankii bay ka sii yaacaya meelo kala duwanoo dalka dibadiisa bay tegayaan maxaa u daawaa dhallinyarada soran lahayd waxaa u daawaa masalan dhallinyaradaas waddankooda ka barakacaya ama ka tahriibaya waxaa ku dhacay baanu leenahay xanuun baa ku dhacay ama marad xanuunkaasi waa xanuun ku dhacaa bulshooyinka xanuunna waxaa jira bulshooyinka ku dhacaa mid xagga fikirka kaga dhaca mid xagga caqiidada kaga dhaca mid xagga akhlaaqda kaga dhaca mid badhan buu kaga dhacaa marka waxa weeyaan waa xanuun kaga dhacay xagga fikirka oo bulshada ku dhacay xanuunka u weynana waxa weye aljahlu biddiin dadku diintooda jaahil ka noqdeen oo waxa weye diintooda siday u hagaysay dadka ama siday u toojihinay siday taanu soo tilmaanay oo kale hadduu qofku saa u garanayo waxa weyaan waddanka wuxuu arki lahaa waddan laga shaqayn karo marka xanuunkaasa wuxuu ku keenay inuu noco waddankiisa inuu iska noco ummaddiisa waxa qofku in tahriibaya xanuun baa ku dhacay marka wuxuu nacay bulshadiisa uu nacay
wadankiisa uu nacay waxweyaan ciiddiisii uu nacay waa ka hadeedna ka carabaya xataa waa kaba arkaa wadan afrika ku yaalo wax liita buu arkaa oo ummaddiisa waxuu arkaa dad liita buu arkaa taasina waxa waa xanuun kaga dhacay xagga fikirka taa waxay u baahan yahin dhalinyaradu wacyigelin iyo diintooda inay bartaan inay markaa si xaqiiqa oo sax ay u fahmaan dadka qaarba waxay haystaan inay diintu tahay masaajidku la gelayo oo nin wadaadada noqonayo salaadu la tukanayo taasoo keliya maaha ay diintu nolosha oo dhan bay hagaysa nolosha oo dhan bay ku baraysa nolosha saad u noolaan lahayd bay ku baraysa waxay ku baraysaa saad u waxaad samayn lahaa adaad masalan mushkilad ku qabsato oo shaqo weydo ama dhaqaale aada weydo ama waxaad iskaga bixiso iskuulkii ama biilkaad iskaga bixiso aada weydo mushkiladaas maray ku hesho wixii aad ku xalin lahayd buu ku baraya nebigu calayhi salatu wasalaam salaatu wasalaam ilaahay baa subxaana watacaala tilmaamaya ilaahay wuxuu yidhi wastaciinuu bisabri wasalaam waxaad kaalmaysataan istaciinuu bisabri wasalaam waxaad gargaarsataan oo kaalmaysataan sabirka sabirku waa adkaysiga iyo salaada marka qofku inuu sabro salaadna waxa weya inuu ilaahay subxana watacaala usii joogo ilaahay inta soo weysaysto laba ragcado tukado ilaahay wuxuu doonaya weydiista waayo ilaahay baa caalamka ka taliya oo koonkan isagaa gacanta ku haya wax walba isagaa haya marka ilaahay subxana watacala inuu qofku baryo oo usii joogo oo ilaahay subxana watacala wax weydiista marka aayaddaas waxay noo tilmaamaysaa waa xalkii haddii mushkilad uu ku hesho waxaa la wastaciinu waxaa qofku kaalmo marku u baahan yahay maaha inuu shisheeyo hana la caawiyo iyo gargaaro maxaa la yidhi marka abaaro dhacaan laba ragcado tukada weela roobdoon salaatu listisqaa waxa weeyaan qofku markasta inuu xagga ilaahay uu cararo oo istaciinuu bisabri wasalaa salaada iyo sabirka kaalmaysta buu yidhi ilaahay subxaana watacaala rasuulkeennuna calayhi salaatu wasalaam sida laga soo wariyo marka mushkilad adduunya ay qabsato muxuu samayn jiray fasaca ila salaa baa la yidhi wuxuu markaa u carari jiray xagga salaada intuu soo weysaysto iyadoo waqtigii salaada aanay joogin intuu soo weysaysto yuunbuu laba ragcadood tukanayaa labada ragcadood mushkiladiisu ku xalinayaa ilaahay buu subxaana watacaala la munaajoonayaa ilaahay buu la faqayaa salaadu sideedaba waa shay aada u qaali ah oo dadku aanay fahamsanin salaadu waxa weeyaan qof masalan iminka dadkeenu marka maalmaha ciidaha iyo markay wax u baahdaan dadkooda dabadaha la hadlaan iyagoo le ii soo dir waxaasaan u baahanay caruurtiiba bilaa dharkii ciidaan u baahanay way la hadlaan soo maaha telefoonka ilaahay loo diranaya waa salaada qofku inuu salaad galo salaada markuu ilaahay u sujuudo inuu ilaahay wuxuu doonayo weydiisto waa ilaahay qaniga haye koonkan iyo caalamkan oo dhan gacanta ku hayay ee wax walba hayay in ilaahay subxana watacaala uu baryo weeyaan markaa rasuulku waxaa la yidhi fasaca ila salaa markay mushkiladi hesho idaa xasabahu amrun fasaca ila salaa oo kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam hadday dhibaato hesho salaad buu ku carari jiray markaa salaadaasuu ku xalinayaa mushkiladiisa oo waxaweyaan ilaahay uu ku baryayaa wuxuu u baahnaa u weydiisanayaa markaasuu dabeetana ilaahay subxana watacaala u gargaaraya waayo qofku hadduu ilaahay ku xidhan yahay oo ilaahay subxana watacaala uu wax weydiisto ilaahay subxana watacaala raalli buu ka noqonaya dabeetana ilaahay wixii aada weydiisatay uu ku siinaya waxaa la yidhi kelmad yar oo qofku yidhaahdo masalan cunto yar buu cunay ama biyo yar buu cabay alxamdulilah hadduu yidhaahdo ilaahay raalli buu ka noqonaya oo shay aada u qaali ah maxaad u malaynaysaa salaaddan oo la sujuudayo oo la rukuucayo ilaahay la barayo subxana watacaala waad mahadsantay inta badan dee macalin baa tahay oo iskuulo kala duwan baa digta dhalinyarada ma ka waanaysaa shaqola-aanta ay dadku ka cabanayaan inta badan iskuuladu dugsiyada dhexe iyo hooseo kale marka yihiin hadba garaafka ilmuhu taagay baa lagala hadlaa in horta wax la baro in ilaahay subxana watacaala la baro in siiro looga sheekeeyo in yoma qiyaamaha iyo xisaabta iyo akhir wuxuu ilaahay u abuuray in la baro laakiin tan shaqadu waxa weye qofku marku weynaada ee jaamacaddii kasoo qalinjabiya ama uu gaaro heer jaamacadeed in garanaysaa lagala hadlo halkaas inuu markaa siduu u shaqayn lahaa laakiin ilmaha yar shaqada horeeya loo sheegay waxa weya inuu casharkiisa horta ilaashado waxbarashadiisa inuu ilaashado inuu waalidkiisa adeeco inuu waalidkii caawiyo inuu salaada tukado inuu ilaah ka cabsado oo halkuu ka bilaabaya shaqada marka hadhow shaqadii ilaahay wanaajiyo tii waalidkiisa markuu wanaajiyo tii bulshadiisana u wanaajinaya markaa deetana wuxuu noqonaya qof bulshadiisa anfaca waad mahadsantahay gabagabadii barnaamijkan soo gaadhin maxaad kula talin lahay dadka inta badan shaqalaanta kaawdo waxaan kula talin lahaa insha allah si kooban waxaan tilmaamaynaa xalka shaqalaanta xal bay u baahantay marka xalkeedu shaqalaanta waxay keentaa
فقري باهي iyo humum wero dadka ku kan inuu qofku wero qalb marka waxa weeyaan taas waxa dawaa oo qofku mushkilad uu kaga baxayaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu caabudo Ilaahay qofku wuxuu awoortay markii binaadamka Ilaahay awooray oo caqli u yeelay ee awood u siiyay in Ilaahay awoortay uu aatiyaa oo xubnihiisa Ilaahay uu ku caabudo oo maskaxdiisa iyo aqoontiisa waxa weeyaan taas waxa weeyaan in Ilaahay caabudo marka labaad salaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.